خبراء الأرصاد الجوية أطلقوا عليه اسم الإعصار الخارق، ويتوقع العلماء زيادة مثل هذه الأعاصير القوية مستقبلا، والتي تشكل ما يسمى بخلايا الأعاصير خاصة في المحيطين الهادئ والأطلسي. أعاصير كهيان وساندي تنشأ في منطقة الكاريبي والسواحل الشرقية للولايات المتحدة عند ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط بشكل كبير، ما يؤدي إلى تبخر كميات كبيرة من المياه وارتفاع منسوبها. دوران الأرض حول نفسها يؤدي إلى تحرك كتل كبيرة من الغيوم، فتولد عواصف خارقة. كارثة الفلبين ستحدد برنامج عمل مؤتمر المناخ العالمي في وارسو، والذي يشارك فيه 194 دولة، لكن هل سيقر المؤتمر أهدافاً ملزمة للجميع؟ يمكننا التوصل إلى حل إذا ما عملنا معاً، لكن المشكلة الوحيدة هي أننا مختلفون فيما بيننا. المعضلة الأساسية في المناخ العالمي هي الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستمرار ارتفاع هذه الانبعاثات، ما يجعل حماية المناخ هدفا بعيد المنال. هكذا يستمر ارتفاع درجة حرارة مياه البحار، وبالتالي نشوء المزيد من العواصف والأعاصير المدمرة، الأمر الذي لا يبشر بالخير للكثير من المناطق الساحلية في العالم.